يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، نلتقي اليوم في المجلس السابع عشر من مجالس شهر رمضان. هذا الشهر العظيم الذي هو شهر البركة والخير لأنه شهر أنزل فيه القرآن من خصائصه أنه شهر القرآن وأنه شهر تكفير الذنوب نحن اليوم في اليوم السابع عشر هذا اليوم يذكرنا بذكرى عظيمة من ذكريات تاريخ الإسلام ألا وهي غزوة بدر الكبرى وقعت هذه الغزوة في هذا الشهر فإضافة إلى ما قلنا أن هذا الشهر شهر أنزل فيه القرآن وأن الله عز وجل فضله من بين سائر الشهور لكي يكفر به ذنوب عباده إضافة إلى هذا تميز بميزة أخرى عند أمم الإسلام وعند طوائف وملة وأهل الإسلام هذه الميزه انه شهر الغزوات شهر الفتوحات رمضان شهر الفتوحات رمضان شهر الجهاد بكل معانيه شهر جهاد النفس شهر جهاد الشهوات وشهر جهاد الكفار فالصائم يجاهد نفسه ويربيها ويعودها على ان تكون في طاعه الله سبحانه وتعالى، وان تتوب الى الله عز وجل، ويجاهد نفسه على ان تترك ما الفته من العادات السيئه، شهر يجاهد فيه المسلم شهواته، واضافه الى هذا، فقد بين لنا تاريخنا الاسلامي أن هذا الشهر شهر تميز بكثير من الغزوات وكثير من الفتوحات. فأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة. هذه الغزوة أيها الكرام دخلها المسلمون من غير أن يستعدوا في البداية. حيث خرجوا لكي يتعرضوا لقافله من قوافل قريش ويأخذوا اموالهم ردا عليهم فيما قاموا به تجاه المسلمين من طردهم من ديارهم وتهجيرهم من بلدانهم واخذ اموالهم لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن تكون هذه المناسبة التي هي خروجهم لهذه القافلة أن تكون مناسبة لقتال أعداء الله سبحانه وتعالى مع قلة عدد المسلمين حيث كان عددهم فقط مئة وبدعة عشر رجلا ولم يكن معهم خيول كافية بل كان معهم فقط فرسان وسبعون بعيرا بينما خرج المشركون لإنقاذ قافلتهم التجارية وهم مستعدون لقتال المسلمين فكانوا حوالي ألف رجل مجهزين بالأسلحة ومستعدين أيما استعداد فهذه الغزوة كما قلنا وقعت في السابع عشر من شهر رمضان، والمسلمون يجاهدون انفسهم ويجاهدون شهواتهم، وفي نفس الوقت يجاهدون هؤلاء المشركين. ومن الغزوات كذلك التي وقعت في شهر رمضان فتح مكه. فكان فتح مكه في رمضان في السنه الثامنه للهجره، حيث خرج النبي، صلى الله عليه وسلم من المدينة في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة من شهر رمضان فكانت هذه الغزوة التي هي غزوة الفتح فتحا عظيما للمسلمين نصر الله فيه الإسلام والمسلمين دخلت قبائل كثيرة من العرب في الإسلام في هذه الغزوة التي هي غزوة الفتح كذلك من الغزوات التي وقعت في شهر رمضان غزوة تبوك التي كان المسلمون قد جهدوا فيها وقطعوا مسافات طويلة في الحر من أجل هذه الغزوة واستمرت هذه الغزوة حوالي خمسين يوماً حيث كانت في السنة التاسعة من الهجرة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب واستغرقت كما قلت حوالي خمسين يوما أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك حوالي عشرين يوما والبواقي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق جيئة وذهابا إذا هذا يدل أيها الكرام على أن شهر رمضان شهر الجهاد لا يمنع الجوع ولا يمنع العطش من مجاهده اعداء الله سبحانه وتعالى بشتى الوسائل بشتى الاساليب فهذا يدل على ان رمضان لا ينبغي ان يكون شهر كسل وشهر خمول وشهر نوم بل ينبغي ان يكون شهر جهاد واستعداد جهاد للنفس جهاد لاعداء الله بشتى انواع الجهاد جهاد بالكلمه جهاد بكل ما يستطيع المسلم ان يقوم به لنصر دين الله سبحانه وتعالى لان هذا هو كذلك من المقاصد العظيمه لهذا الشهر الكريم فكانت بالاندلس معركه تسمى بمعركة بلاط الشهداء التي وقعت في سنة 114 كذلك وقعت في أواخر شعبان قرب مدينة باريس بمنطقة تسمى بواتييه هذه المعركة كانت فيها الهزيمة للمسلمين لأن قائدهم الذي هو عبد الرحمن الغافقي أصيب ومات في ذلك لهذا سميت بالمعركة ببلات الشهداء بلات الشهداء والبلات عند الأندلسيين يقصد به القصر أو الحصن الذي حوله حدائق كذلك من المعارك هناك فتح عمورية سنة 223 هجرية فهذه وقعت لما تواجه المسلمون مع جيش الروم فبعد ان فعل الروم بالمسلمين ما فعلوا بهم واخذوا الاسرى كانت من بين الاسرى امراه اخذها الروم ف استنجدت هذه المرأة بالمعتصم العباسي فقالت ومعتصماه فبلغ الخبر المعتصم فأعلن النفير والجهاد فجاهد الروم في هذه المعركة كذلك من المعارك الأخرى وهي كثيرة بفضل الله معارك عديدة وغزوات وفتوحات وقعت وقعت في شهر رمضان ما يسمى بفتح حارم هذه المنطقه هي من مناطق سوريا قرب حلب قام المسلمون بحصارها لان الافرنج تحصنوا فيها فانتصر عليهم المسلمون انتصارا عظيما وذلك في شهر رمضان كذلك من المعارك معركه شقحب او شقحب هذه المعركة كان ابن تيمية يفتي الناس بالإفطار حتى يتقووا على قتال أعداء الله الذين هما هم التتار وبفضل الله انتهت هذه المعركة بانتصار عظيم للمسلمين على كل حال في هذه الذكرى التي هي ذكرى بدر ينبغي أن ينتبه المسلم لهذا الامر كما اشرت ان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد شهواته ويجاهد اعداء الله بشتى الوسائل خصوصا في هذا الشهر الذي هو شهر الجهاد وشهر القران واكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله